محمد إبراهيم بيقول أنا بحس من وقت للتاني واخذ في صوابع إيدي وكمان بتنمل كتير، فده سببه إيه؟ طبعا هو اول حاجه لازم يعمل تحليل السكر التراكمي اهم حاجه التراكمي، بس عندي الصايم والعشوائي لو، ويتاكد ان نسبه السكر كويسه في الدم. ممكن يبقى بعد كده نقص في فيتامين بي، لان فيتامين بي داعم جدا للاعصاب، كله مشتقات فيتامين بي، مش هتكلم على فيتامين بي معين، داعم جدا للاعصاب. يقدر لما يتاكد ويطمن على صحته ويطمن على نسبه السكر في الدم وانه مش محتاج لدكتور، يقدر يجرب الب مالتي فيت معانا، في خلال اسبوعين هيلاقي ان الدنيا معاه اتحسنت جدا ان شاء الله. طيب ايه التحاليل اصلا اللي انا المفروض اعملها علشان اعرف انا عظامي جيدة مش جيدة؟ وهل لازم الواحد يعاني من ألم في العظام عشان يبقى عنده أو يعرف أنه عنده مشكلة؟ ولا القصة برضو ممكن في أمراض كده بتبقى مفاجآت، تروحي تعملي التحليل أو الأشعة تتفاجئي سبحان الله. هل العظام محتاج تحاليل معينة؟ وإيه اللي أصلا يعني إيه اللي أنا أقدر أعرف بيه أن أنا عندي مشكلة؟ تحاليل العظام بنعمل تحليل الكالسيوم، بنعمل كالسيوم مهم قوي، تحليل الكالسيوم ومهم مع تحليل فيتامين د جدا، الاثنين دول مهمين جدا مع بعض. لو لقينا نقص في الكالسيوم، نقص رهيب يعني، لو نقص شديد بتقدر تستشير الدكتور تقول له مثلا الب مالتي فيت عندي 70، ممكن مثلا يقول لها انت محتاجه مع الب مالتي فيت نسبه كالسيوم اعلى، بس ما حدش ياخد نسبه كالسيوم اعلى غير بعد التحليل. اوكي دي نقطة ده مهمة. ده مهم، ما حدش ياخد اكسترا كالسيوم غير بعد التحليل. الدكتور ممكن يمشيها على نسبة عالية جدا من الكالسيوم زي ما هو بيشوف شهر شهرين، وبعد كده بتمشي لايف ستايل على الب مالتي فيت كداعم. فمهم ان انا اعمل تحليل الكالسيوم وفيتامين د معايا، مهم جدا. طب هو لو انا بتكلم دلوقتي يعني في الاعراض في العموم، يعني انا مثلا ولد عنده 12 سنه، عنده 16 سنه، يعني اللي هم التينيجرز، وشخص حقارنه بمثلا فوق الستين، معلش ايه اسباب هنا النقص او مشاكل العظام، وايه اسباب هنا نقص او مشاكل العظام؟ يعني قارنيلي كده بين السن الكبير هو وصغر كل السن. ما البني ادم بيكبر كتله العظم دي يعني الطبيعه البشريه دي الطبيعه البشريه ان كتله العظم عندي بتقل، فطبيعي ان اللي بيكبر في السن العظم بتاعه بيحصل له اكيد مشاكل. الصغيرين ممكن زي ما انا قلت سوء التغذيه، التدخين على فكره مشكله كبيره، بتلاقي عيال بيدخنوا، دي كارثه كارثه فعلا. برضو التدخين بيأثر، المشروبات الغازيه، الاملاح. بس عايزه اقول على حاجه، مش كل مشاكل العظم، يعني انا عندي مشاكل عظم من كساح، من لين عظام، من حاجات كتير، بس انا عندي مشاكل عظم تانية محتاجه دكتور يا جماعه. زي ايه بقى؟ زي الروماتويد او التهاب المفاصل الروماتويدي، دي بتبقى مشكله مناعيه، ان المناعه بتهاجم العظم بتاعي، وقتها لازم ألجأ لطبيب مناعه فورا. فلازم الناس تبقى فاهمه ان في فرق بين نقص الكالسيوم وفي فرق بين الروماتويد او الالتهاب المفاصل الروماتويدي. احيانا اليوريك اسيد النقرس، اليوريك اسيد لما بيعلى في الدم بيعمل لي مشاكل في العظم، فلازم برضو اعرف اليوريك اسيد نسبته ايه، يعني مش 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 كل حاجه نقص كذا، يعني انا عندي زي ما انا قلت لك مشاكل مناعيه لازم الجا للطبيب لو انا عندي التهاب مفاصل ريماتويدي اكيد. اوكي اكيد. طيب الناس اللي هي بتشتغل ك يعني سواقين، دول برضو اللي هم بيقودوا السيارة بشكل يعني طويل جدا، أو حتى الأشخاص اللي بتشتغل عادي بس بتسوق سيارتها لمسافات طويلة، في ناس على فكرة بتشتغل في محافظات وبتيجي للقاهرة، فمعلش برضو الناس دي بتعاني أكيد من العمود الفقري مشاكل طبعاً. يعني فبرضو ننصحهم بإيه، نقول لهم إيه؟ ده بيعانوا من موضوع العمود الفقري وعايزين يركزوا كمان، يعني عايزين التركيز، وبيعانوا لو عندهم خمول وكسل وبيمشوا بالساعات دي، ده كل حاجة بقى متجمعة في المثال ده. لا بنصحهم أكيد هذه الفئه، اكيد بنصحهم بقلب مالتي فيت. اولا السعر هيبقى مناسب جدا، لان ممكن يسالك ايه مثلا المرتب بتاعي لو اخذت منه كذا كل شهر، لا ده السعر تحفه، ما عنديش اي والله احنا عايزين نقوله، بس يعني لولا انه ما ينفعش. ايوه بس السعر فعلا يعني حتى محدود الدخل يقدروا يجيبوه. بالظبط بالظبط. وكبسوله واحده هيدعمه كمناعه، هيدعمه كقوه، كصحه عضم، كمضاد أكسدة، بكبسولة واحدة هياخد فيتامين سي وهياخد زنك
وهياخد نحاس وهياخد فيتامين بي كومبلكس وهياخد كالسيوم، فهيبقى داعم ليهم جدا. هياخد كبسوله بعد الفطار بساعه على كوبايه ميه كبيره، وهيلاقي ان العظم بتاعه لو عنده مشكله في الكالسيوم او نقص الكالسيوم هيتحسن، التركيز القوه بتاعته المناعه بتاعته النشاط والمزاج المود بتاعه هيبقى صحيح. والناس اللي بتسافر برضو مسافات طويله جدا في الطياره برضو بتبقى كارثيه، لو حد مسافر مثلا من القاهره لنيويورك 12 ساعه بتبقى مؤلمه يعني. أيوة صح. وامثله كتيره جدا. نحاول على قد ما نقدر نحافظ على نفسنا، ويعني زي ما بيتقال كده نصلح اللي ما يمكن اصلاحه. صح. يعني لان الموضوع لازم بيبدا من الثقافه من البدايه، احنا من واحنا صغيرين لازم الاهالي يعلموا الاطفال يقعدوا ازاي. احنا دلوقتي بنشوف يعني انا مش عارفه والله هل ده اكيد في كل بيت بيبقوا ماسكين التليفون وتانيين ظهرهم تانيه غريبه جدا درجه ان الدم ممكن ينزل في يعني لا حاجات او بوزيشنز في القعده بشع او كارثي من الصغر. فلازم نخلي بالنا علشان ده بنبني احنا. انا بحس جسم الانسان بيبني، الواحد بيبني دايما سنين عمره يعني صحته، فما فيش داعي ابدا.